انطلق مهرجان اللعب بالنار في إسبانيا، حيث شهدت قرية باتيرنا الإسبانية التي تقع بالقرب من مدينة فالنسيا احتفالات كبيرة بمهرجان كوردا السنوي، ذلك بمشاركة آلاف المواطنين من أبناء القرية. وأطلقت الشهب الاصطناعية والصواريخ الاحتفالية بما يسمى لاكوردا دي باتيرنا، الذي يعود لأكثر من قرن من الزمن. الشيء المهم بالنسبة لنا هو أن نجتمع كفريق واحد ونعمل كفريق واحد، كل واحد منا يبحث عن سلامة شريكه، نحن ننتظر بعضنا البعض، لذلك نتجنب العديد من الحوادث إذ انفجر صاروخ وألحق أضرارا بمعدات الحماية. هذا وشهد المشاركون وهم يرتدون ملابس واقية خاصة وخوذات، مما أدى إلى إطلاق ما يصل إلى 70,000 صاروخ في حوالي 20 دقيقة في منطقة آمنة من شارع كاليمايور.